تحمر اظن تنبغي يعني انا نصور نكون تندير شي فلوق ولا شي حاجة وتنحب انا نصور ولكن بعض المرات يعني كتبغي تصور كلك ولا تصور مع شي حاجة وانت بوحديتك. اليوم مع هاد العصا السحرية عندنا حل لهذا المشكل وكيف وعدتكم في الفيديو السابق بان غيكون شرح كامل يعني الأزرار اللي كتحتوي عليه هاد العصا. اولا نصوب نركبوا فيها الهاتف يعني دائما حيدوا الغشاء اللي تيكون مور الهاتف ما عمركم ديروها غشاء ولا فوالا يعني بحال هكا ما راه ما مستابيلياش الور ستابيلازور ديالها ولا الميزان ديالها هي هاد الزر اللي هنايا يعني غادي نحلوه شويه ونحاولوا منه نرجلو الميزان ديالها كيف كتشوفوا هي تقريبا ميزان غادي نشعلوها اوبا هاو كيتعاود معكم واللي بغيت نقول اخوتي يعني هاد الجيمبلز ما كتخدم الا بواحد الابليكاسيون اولا كتمشي لهاد كنداونلود الابليكاسيون ها هي عندنا كنجيبوها انتما كتشوفوا كونيكت ناو ناو في البحث انا انترنا يعني هاد التليفون ديالنا ولا الكاميرا ديالنا واللي بغيت نقول اول حاجة تارت فيا تارت انتباه ولا تارت انتباهي في هاد الجيمبل هو مثلا يعني كتبغي كيف قلت تبغي تصور بوحديتك ولكن خصك شي واحد اللي يصورك هل الميزة الاولى كنضغطو على هادي هادي كنسيليكتيو الوجه ولا نسيليكتيو الحاجة اللي بغينا مثلا إلا مشيت هكا هيا كتبعني جيت هكايا هيا كتبعني دائما نزلت لتحت شوية طلعت لفوق شتي في ممشى الوجه ديالي هيا معايا هادي ميزة زينة ثانيا ندخلو للمينيو ديالو يعني أول زر عندنا هذا اللي فوق على الشمال عندنا ديال المينيو انتما كي كنشوفو عندنا كاميرا فلاش تايمر هادي اير في بي ريس مانويل سينس فلتر انستينك الى دخلنا اول الكاميرا عندنا فيها اختيارات بزاف ديفو 180 بانو عندنا 3x3 بانو عندنا سلو موشن عندنا تايم لابس نو تايم لابس وعندنا فيرتيغو والميزه ديال الزوم اللي فيه هي تقدر تطلع حاجه بحال هكا نرجعو عندنا فلاش يعني كنشوفو
عندنا التيمر وهذا الزر اللي كتشوفوه هو اللي يمكن لك تخدم به يعني يمين ولا شمال لتحت لفوق والزر الوسطاني كيخدم الفلاش وكيخدم الاوكي عندنا هاش دي اير اوف اون خليه ديما اون وعندنا الاوتوماتيش اوتوماتيك واي بي يعني كيوقع تغيير في الاضاءه على حسب اذا كان عندك الضوء بزاف ولا قليل خليه اوتوماتيك عندنا ريس يعني على حسب الجودة التليفون اللي عندك انا عندي هنا 1080 ولكن 60 بيكسل الور غنديرو على 4K ولا على 4K عندنا هنا زر المانيوير اوف اون خلي اون باش يخدم اوتوماتيك عندنا سيانس فيها فلو جيمبل يعني تبع اي حاجة كيف كنشوفو ولا ووركينج الى كنتي كتمشى عندنا سلو موشن كذلك النقطة الثالثة عندنا الفلتر فلتر ديال الصحاب سناب شات عندنا هنا اورجينيل عندنا هنا جرين عندنا تايم تويلايت ليمون داون وعندنا تماك اتومين وكاين فيست وتونال ليخت لوش وإلابس يعني هذا تيقلب كل شيء وفي الاخير عندنا يعني الاعدادات انتما كتشوفوا مثلا كاميرا كواليتايد بانوراميك ستوب تايم ايما ستابيلازيون لما كانش عندك يعني التليفون ستابيلازور كيمكن لك تاهو تخدمو منها وعندنا هنايا مثلا جينيرال يعني السيري ديالو سيريال نمبر الموديل ديالو سوفتوار فيرشن سوفتوار فيشن ديالو حتى هي هذا اللي شفنا كاين في الاعدادات المنيو ديالو هذا الزر هذا اللي كنشوفو كيخدم الزوم مثلا ها ولكن في حالة الى ضغطنا على هذا الزر كتولي كيشتغل على حساب الفوكس يعني كيف شفتو الصورة كتصفى فوالا كيف كنشوفو يعني الزر الثاني هو ديال الديسبلاي يعني كتشوفو كتحيد هذيك الكتابة اللي لتحت ولا كتلضها عندنا في هذا الزر يعني اللي في الوسط عنده أربعة الأولى ديال الريس أنتم كتشوفو يعني الجودة اللي بغيتي تختار الزر اللي على اليمين عندنا أنتم كتشوفو للإضاءة الزر يعني اللي لتحت كنقدرو نشوفو به يعني الصور اللي عندنا كلها تماك اللي على اليسار كيعطينا كاميرا سيلفي عندنا جوج ازرار تحت واحد للتصوير الصور والثاني للكاميرا الزر اللي على تحت على اليسار هو اللي الا كان مثبت يعني الزر كيف قلنا ولكن في حالة الا ضغطنا على هذا الزر
كتولي كيشتغل على حساب الفوكس. هذا الزر لتحت اللي هو فيه بي اف و ال يعني بان فولو و لوك. ويعني الحركة بان فولو إلا كانت تماك إلا مشيت يمين على غير تبعني، مشيت شمال على غير تبعني كي كتشوفو يعني. ولكن الفوق والتحت ما كيخدمش. في هذه الحالة كنضغط على الزر من الفوق، ويعني هانتوما كتشوفو هنا والتحت. ولكن هذا الزر اللي عندنا الفوق الا بغيتي يعني كنتي تابع مثلا شي سياره ولا هذا كنضغط عليه مجهد، يعني كيف كتشوفوا تيولي سريع في الحركه. ويعني حتى الزر هذا اللي لتحت لوك الا شغلناه تيولي الدور ديالو يعني فيما حركتي الهاتف ديالك الفوق لتحت راه والو، غادي يبقى مركز على الصورة اللي خديتي انتيا. ولكن بمجرد ما غادي نطلع الفوق ونقود من الفوق يعني غيولي التليفون كيتبعني فيما ديتو. مدة العنية اللي تيبقى فيها الباتري ديالو خدام هي 12 ساعة متواصلة، هادشي راه خدمتيه 12 ساعة متواصلة. كيف قلت البطارية فيه دو وجودة عالية، يعني يمكن لك تشارجي حتى الهاتف منو. فيه عدة استعمالات يعني غادي نطولو الشرح ديالها، فلهذا درت لكم واحد الشرح خفيف يعني عليها. كيف كنشوفو يعني عصا مثالية زوينة فيها جميع الإعدادات، يعني أي زر عنده الدور ديالو، خدامة للفلوغرز لصحاب الطبخ، يعني خدامة لأي حاجة الصراحة. عصا سحرية من النوع الرفيع فيها عدة استعمالات، أنا عجبتني بزاف منكذبش عليكم. نطلب من الله نكون قدمت يعني واحد الشرح واخا ماشي متكامل 100%، ولكن حاولت غير واحد نبسط واحد الجزء على هذا الجيمبل اللي هي صراحة زايون سموت فور اخر ما كاين في الجيمبل. ونطلب من الله تعجبكم واللي عجبتو يجربها، وكنوصيه اذا كان بنادم بغي ياخذ جيمبل نوصيه ياخذ سموت فور، ما ياخذ سموت جوج ولا ياخذ جيمبل اخرى، لان اخر ما كاين في الجيمبل هو زايون سموت فور. يعني انتم كي كتشوفوا الشكل ديالها. نطلب الله يكون قد فتكم في هذا الفيديو، وحتى الفيديو الجاي اسعدكم الله، والسلام عليكم.